ابراهيم ايش اشتغل؟ مساوي. كيف الشغل معك؟ تمام الحمد لله. ماشي معك الا هذه الشغلانه؟ ماشي معي لهم. متزوج؟ لا. مش متزوج؟ لا مش متزوج. عايش انت ومن؟ عايش وحدي هنا. لوحدك؟ انا واصحابي بس. من فين انت؟ من اب. والله والنعم. والنعم بحالك. يعني تشتغل بالمساوي؟ ايوه. كيف دخلها؟ دخلها كذا يوم لك ويوم عليك كذا. كم دخل تقريبا في اليوم؟ يوم 4، يوم 5، يوم 6، يوم 2000، يوم 1000، كم من يوم ماشي شغل؟ طيب من فين تجيب المساويك هذه؟ من الصبيحة. تروح للصبيحة؟ هم يجيبوهم لهنا. يجيبوها عندكم؟ ايوه. وانتم تبيعوها؟ احنا نبيعها. طيب بكم تبيع المساويك؟ ابيعها نظم. ايوه. بكم تبيع الواحد يعني مثلا زي هذا؟ ده ب 200. هذا ب 200؟ ايوه. وهذا؟ هذا ب 100. طيب ايش افضل انواع المساويك؟ المساويك الذكر الحار. في معجزيه؟ ايوه هذا. هذا ذكر الحار. هذا ايه لك. هذا أيوه. يلهب. واكثر مسواك عليه طلب. اكثر من ايوه طلب عليه. ابراهيم بعيلك سؤال، لو جاوبته صح بتفوز معي ب 30,000 ريال يمني، حلو ولا مش حلو؟ ان شاء الله. السؤال يقول: ما هي اعظم سوره في القران الكريم؟ الاخلاص. الفاتحه. الفاتحه. اثبت. الفاتحه. اثبت. ايوه اثبت. من غششك ابراهيم؟ لا من نفسي. من نفسك؟ ايوه. طيب هل تشوف ان اجابتك صحيحه؟ ان شاء الله. طيب يا شباب الشيء اقوى تحيه لابراهيم، حيوا مالكم، الف مبروك فزت ب 30,000 ريال يمني. شكرا لكم. شكرا. شهرك مبارك علينا وعليكم. تعال معي كذا ابراهيم. اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام فقره مشوار الجوائز.